القصة هي أن هذه السيدة ألحت في طلب الطلاق من زوجها، والسبب أنها كانت غير مرتاحة ولا سعيدة معه، بالإضافة لذلك أن لها زميل عمل كان يقول لها لو مو متزوجة كان زوجتك وحطيتك في عيوني. المهم أنها بالفعل تطلقت من كثرة الإلحاح، لكن لم يتزوجها زميلها، بالعكس قام بعمل بلوك لها وحذرها من التعامل معه. وهي تتساءل هل ممكن أن تجعله يتزوجها بالغصب أو أنها تقاضيه؟ إيش الحل الأمثل في رأيك يا أودي؟ والله العظيم يا ندى، صراحة من أصعب الأشياء أول شيء الغلط اللي هي سوته. إذا هي تطلقت لأنها غير مرتاحة معه وما حبته، هذا يحق لها شرعا، صح. بس إذا هي تطلقت عشان اللعب في مخها، فزميلها في العمل يعتبر مخبب وهي تستاهل مجرها. بس أنا أعتقد أنها ما تقدر تقاضي، يعني تقاضي في إيش مثلا؟ وش بتقول تزوجني غصب؟ بعض النساء وصلوا لمرحلة من الانفتاح انها يعني حتى بالغلط تجاهر، انه هو خلاني، يعني ايش بتقول؟ هو خلاني اتطلق علشان يتزوجني وكذب علي؟ يعني اتوقع صح. يعني هنا نقول ان لازم يكون في حدود في العمل، يعني لا تقعدين تتمادين مع الكل، تضحكين مع الكل، تمزحين مع الكل، مو الكل راح مثلا يقول والله ضحكتها هذه عادية، لا يمكن ياخذها من باب ثاني زي ما هو سوى. بعدين اللي شارك بالحلال كيف تبيعينه عشان واحد مو أكيد إنه راح يتزوجك أصلا؟ صح بالضبط. يعني أنا يعني المفروض المرأة تكون أعقل من كذا، والرجل بعد يعني ما يتلاعب بالأشياء. صحيح. بغض النظر عن موضوعنا، بس نتكلم بشكل عام، بس اللي هي سوته غلط 100%، إلا في حال إن هي أصلا فعلا مي مرتاحة، بس ما في شخص ثالث أو طرف ثالث داخل في الموضوع. وفي النهاية توهقت المسكينة وصارت تكتب مشكلتها في